بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا، اشتاقنا لكم. يمكن صار يومين خميس وجمعة وأنا دائما اشتاق لكم بهذا الوقت. حياكم الله وحلقة جديدة من برنامج نوافذ الحياة وفقراتنا الخاصة بهذا البرنامج. أولى الفقرات راح تكون معانا هي فقرة حكمة اليوم. راح نتناول من خلال هذه الفقرة حديث عن الإنسان الذي لديه بصيرة ويعرف بأمور دينه ودنياه لكن يعصي الله سبحانه وتعالى. الفقرة اللي بعدها راح تكون هي فقرة المايك والناس. اليوم تناولنا من خلال هذه الفقرة موضوع مهم جدا هو الاختناقات المرورية. طبعا هذا ما يختصر فقط على بلدنا وإنما في أغلب البلدان العربية والإسلامية، لكن بشكل ملحوظ في العراق بسبب مشكلات راح نستعرضها إن شاء الله خلال وقت هذه الفقرة. فقرت على باب الله اليوم عمار غفار، طبعا منورنا دائما بهذه المهن والحرف اللي يعمل عليها. اليوم انتقى مهنة كلش حلوة ويعني تعيش حالة رواج حقيقة، وإلها أيضا جذور تاريخية قديمة، هو تطبيق الأرضيات يعني الكاشي تحديدا، واللي دخلت عليه طبعا بعض المطيبات والمنكهات والأمور اللي متعلقة بالأذواق. فراح نشوف عمار غفار شلون قدر يتقن هذه المهنة بزمن قياسي في فقرة على باب الله. الفقرة الأخيرة أكيد راح تكون معانا هي فقرة المسابقات، واللي من خلالها راح نستقبل اتصالاتكم عبر أرقام الهواتف اللي راح نخصصها في هذه الفقرة. أولى الفقرات ويانا فقرة حكمة اليوم، خلينا نتابع الحديث المروي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. حياكم الله مشاهدينا، حكمة اليوم تتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو أنه كيف ممكن الإنسان يكون حريص ويكون مراقب لنفسه، خصوصا إذا كانت عنده بصيرة وعنده علوم أو معرفة بأمور دينه ودنياه. الحديث يقول عن مولانا أمير المؤمنين: المذنب على بصيرته غير مستحق العفو. المذنب على بصيرته أو على بصيرة غير مستحق العفو. هنا أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أراد من خلال هذا الحديث المقتضى بحقيقة واللي يحمل معاني كثيرة يوجه لنا رسالة على أنه واجب على كل إنسان وفريضة على كل إنسان خصوصا المسلم أن يتبحر في أمور دينه ويتبحر في أمور دنياه، ويكون على أقل تقدير عارف بالأساسيات في أمور دينه، حتى بالتالي ما يوقع بالأخطاء ويرتكب الذنوب والمعاصي. هنا هسه في بعض الأحيان أشخاص يرتكبون ذنوب عن جهل، يعني هذه اللي ربما تكون عقوبتها أخف من الشخص العارف بالذنب أو حيثيات الذنب أو التبعات السلبية جراء هذا الذنب. يعني بالتالي راح يكون هنالك عقوبة أشد. هنا أكو أشخاص اعتادوا يقول لك الله سبحانه وتعالى غفور تواب، أني أرتكب الذنب وورا أستغفر 70 مرة والله سبحانه وتعالى راح يغفر لي. طبعا هذه وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، دائما تزوغ الأعمال القبيحة للإنسان وتخليه يقع في شراك المعصية. جميل أنه الإنسان يكون حريص ومراقب جيد لنفسه ولسلوكياته ويحسبها صح. ترى مو فقط التاجر عندما يقبل على تجارة معينة يكون عنده فتح حسابات وجدوى اقتصادية وجدوى يعني فيما يخص تجارته. خلي احنا ايضا على اعمالنا ينعكس هذا الاسلوب التجاري ويا نفسنا. قبل اي قضية اني اقبل عليها اعرضها الى قلبي الى غريزتي، اشوف اذا كانت هنالك لهفة جامحة للقيام بهذا الفعل فعلي انه اراجع نفسي واحذر
من هذه الخطوه اللي انا اريد اخطوها، والعمليه جدا بسيطه. يعني هسه يقول لك شخص والله يعني ما اميز، يعني انا الخطا ارتكبته لكن غير مقصود، مو اكو مقدمات لهذا الخطا، اكو مقدمات لهذا الذنب، انا ليش يعني اقدم عليه بدافع من نفسي الاماره بالسوء؟ خب خلي يكون بدافع عقلي اللي يوجهني ويصوبني نحو الصح او الخطا. ف يجي شخص يرتكب ذنب يقول لك والله انا يعني اجهل بهذا الذنب ما اعرف، طيب استغفر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى فاتح باب التوبه لكل عباده. بالمقابل لما يجي شخص هو عارف بهذه الحيثيات، عارف بهذا الذنب، طيب ليش ارتكبه؟ اكيد راح يكون معصيه. اما الاستغفار يجب ان يكون استغفارا استشعاريا، يعني استشعر ما اقول، اشعر بالندم. الاستغفار هي مو لقلقة اللسان، اني والله استغفر 70 مرة، استغفر 100 مرة، استغفر 1000 مرة، وانا بالتالي ماسك المسبحة واستغفر الله سبحانه وتعالى. يجب ان اعي ما اقول، يجب ان اظهر الندامة في داخلي، هذا هو الاستغفار الحقيقي في داخلي لله سبحانه وتعالى، بالتالي الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب، ودائما وأبدا يغفر الذنوب ولو كانت حتى من الكبار، الله سبحانه وتعالى يغفرها، لكن شريطة أن يكون العبد شاعرا بذنبه وشاعرا بخطورة ذلك الذنب اللي ارتكبه. احنا طبعا هذا الحديث اللي قال مولانا أمير المؤمنين يجب أن نركز عليه، ونركز بكل جزئية من جزئياته، على اعتبار أنه احنا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالإسلام، وأنعم علينا بالإيمان، وأنعم علينا بمعرفتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيجب أن لا نخطأ على اعتبار أن خطأنا يكون مضاعفا ذنبه. احنا مو جهال، احنا مو أشخاص عاديين، يعني تزداد، يجب أن تزداد مراقبة النفس كلما ازداد تقربنا من مضامين العرش الإلهي. وخصوصا المجتمعات اللي تكون مجاورة للمراقد الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، المجاورة للمدن اللي فيها نفحات إسلامية أو إيمانية، على اعتبار أنه يجب أن نصدر القيمة الإنسانية، القيمة المعرفية، القيمة التربوية الروحية إلى العالم، ونكون مصادر إشعاع لهذه القيم عن دين الإسلام الحنيف. فيجب أن رغم امتلاكنا للبصيرة، والبصيرة هي المعرفة، هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن نكون حذرين جدا بالتعامل مع كل المجريات اللي تحيط بنا، وخصوصا في ما تأمرنا به النفس الأمارة بالسوء. احنا كثير نشاهد على مسرح الحياة أشخاص لربما متربيين في بيئة صالحة، قريبين على مراقد أهل البيت من مدن إسلامية، لما يخطأ أول قضية لربما نحدث بها نقول له ليش مو أنت ابن فلان، أنت من عائلة فلان، ليش ارتكبت هذا الخطأ، أنت من المدينة الفلانية، ليش ارتكبت هذا الخطأ، أنت تعرف الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنت مسلم، ليش ارتكبت هذا الخطأ؟ إذن هذا يقودنا على أنه إحنا لازم نحمل أنفسنا، عقولنا، المسؤولية والقدر الكافي فيما يخص مراقبة أنفسنا حتى لا نقع في الخطأ، وبالتالي يكون يعني حصولنا على العفو بفرص ضعيفة جدا. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون مراقبين جيدين لأنفسنا، ونتلمس أيضا ونستشعر أثر مراقبة أنفسنا اللي راح تنعكس على كل سلوكيات وجزئيات حياتنا، وبالتالي راح نكون موفقين وقريبين إلى الله سبحانه وتعالى.
نتمنى أنه استشعرنا النفحات الإيمانية والقيمة المعنوية والقيمة الأخلاقية والتربوية لهذا الحديث اللي قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: المذنب على بصيرة غير مستحق العفو. إذن مشاهدينا، خلينا ننتقل إلى فقرة أخرى، هي فقرة المايك والناس، وخلينا نشوف الحديث اللي دار من قبل الناس أو المستطلعين حول موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع الاختناقات المرورية. خلينا نتابع وإن عودة وياكم. لفقرة المايك والناس على هذه الفرصة للتحدث عن ظاهرة الاختناقات المرورية. حقيقة هاي المشكلة بها عدة جوانب تخطيطية على مستوى الحكومة المحلية والحكومة المركزية، تتوجه بتنظيم استيراد السيارات وأعدادها وأحجامها، وتتعلق بتنظيم الطرق والأنفاق والقراجات وإعدادها. حقيقة في كربلاء المقدسة نحتاج إلى إعادة تخطيط وتنظيم الطرق واستحداث طرق يعني حديثة كأنفاق أو يعني قطارات معلقة هوائية. هاي تحتاجها المدينة ضرورية جدا. اليوم هو مضايقة الشارع من ناحية السيارات. أول شيء هي سببها شنو؟ هنا السبب السيارات الزحام أكثر من لازم. هي سبب التجار جاءوا قاموا يجيبون سيارات اكثر من لازم. الشارع هو نفس الشارع ما كبر اكثر من لازم. يعني الشارع شنو بدل ما مسوي رصيف انت ثلاث امتار او مترين سويه على شكل خط مثل ما باقي الدول. اضافه الى شنو اللي ضايق الشارع هو هاي التجاوزات على الشارع بالنسبه للمحلات والمطاعم. ثلاثه ماكو مكانات لوقوف السيارات، حتى السيارة يظل مفتوح. طبعا نشكر قناة الإمام الحسين عليه السلام. الموضوع اليوم اللي طرحوه الشباب هو الاختناقات المرورية. السبب أولا نفس الشوارع، كذلك غياب المترو، بالإضافة إلى مدينة كربلاء مدينة مقدسة وكثرة الزائرين من جميع محافظات العراق وكذلك الدول اللي تجي إن شاء الله لزيارة الإمام الحسين وأخي أبو الفضل العباس. سبب الاختناقات المرورية اللي يشوفوها أمامكم هو نفس الشارع واستيراد السيارات بكثرة، كذلك التيك توك. فلازم تكون خطة مدروسة من المرور من الطرق والجسور لتوسعة مثل الشوارع. نشوف رجال المرور احنا قليلة صراحة. رجال المرور صحيح عملهم شاق ومتعب بأيام الصيف بالحر وأيام الشتاء بالبرد، ولكن احنا نريد عدد أكثر. أحب أشكر مايك والناس على إتاحة هذه الفرصة لتناول موضوع مهم وهو الاختناقات المرورية في مدن ذات كثافة بعدد السيارات، ذات كثافة سكانية، ذات كثافة عددية من حيث عدد الزائرين. كربلاء المقدسة تمتاز بهذه الميزات الثلاث، طبعا لأهميتها الدينية. الشوارع مهيئة يعني لأعداد قليلة، مو لهذه الأعداد الهائلة من السيارات. بالإضافة إلى يعني الشوارع غير مخططة، يعني نحتاج إلى نفق يعني أنفاق، استحداث أنفاق، مجسرات، جسور، والاكتفاء بهذا العدد من السيارات. طبعا حتى نكون منصفين، الحديث هو مو عن كربلاء،
مو فقط كربلاء، باعتبار انه لما تحدث الاخوه عن كربلاء باعتبارها عاصمه المذهب الجعفري واهل البيت في كل العالم، ومدينه اسلاميه مهمه فضلا عن بقيه المدن الاسلاميه في العراق، واللي امها او يفد اليها ملايين الزائرين في كل عام، فبكل تاكيد تحتاج الى توسعه. وان كانت الجهود المبذوله من قبل الحكومة المحلية في هذه المدن الإسلامية وتحديدا في كربلاء حتى نكون منصفين، في الفترة الأخيرة أو الآونة الأخيرة بدت حقيقة تظهر إلى العيان بحالة من الإيجاب وحالة من التفاعل أيضا من قبل حتى الناس، من حيث تجديد الطرق، تعبيدها، التبليط، الجزرات الوسطية، الزراعة، يعني أمور جيدة. لكن هل تصل إلى المستوى المطلوب؟ نقول لا. الأسباب، أول سبب رئيسي هو الأخطاء المتراكمة للقائمين على هذه المدن وعلى خصوصا المدن الرئيسية من سنوات حقيقة. فيعني حتى اللي يريد يعمل بضمير هو ما يمتلك عصا سحرية حتى يحول من حال إلى حال. بالمقابل نشوف الدول المتقدمة أو الدول العصرية دائما في مسألة تخطيطها للعمراني للمدن خصوصا الرئيسية تضع مشاهدينا خطة أو تخطيط إلى 100 سنة المقبلة. يعني شنو راح، شقد راح تزداد الكثافة السكانية، شقد راح نحتاج تعبيد طرق. ولهذا نشوف غالبية الدول المتقدمة الشوارع مالتها شوارع جدا واسعة، الطرق، الجسور، الأنفاق على قدم وساق في حالة تجديد أو استحداث. لكن للأسف احنا مشكلتنا هي مشكلة تراكمية وتحتاج إلى حلول جذرية وإلى عمل متواصل ليل مع نهار حتى نحاول أنه يعني نسبق الزمن ونكون جادين فعلا في حل هذه المشكلات. يعني سمعنا مؤخرا أنه في كربلاء وصل أسطول من حافلات النقل العام وراح تنزل إن شاء الله احتمال خلال الأيام القادمة إلى الشارع، وهذه فد يعني حسنة ممكن أنه تفيد الفقير في تنقلاته باعتبار أنها حكومية وتوفر وسائط النقل الميسرة إلى الفقير. لكن بالمقابل لما أنزل هذا الأسطول خارطة الطريق اللي يصير عليها، هل الشوارع مهيئة لو راح هذه تكون عبء أيضا على يعني وتحدث اختناقات مرورية أخرى وتصير حقيقة مضرتها أكثر من فائدتها؟ هل تم احتسابه؟ نتمنى أنه يعني الإخوة القائمين على هذه المشاريع يضعون في حسبانهم مسألة الفائدة من عدمها. نتمنى أنه فعلا يكون هنالك توسيع للشوارع، تقنين في حالة استيراد المركبات، وأيضا وضع خطط عمرانية وتخطيط عمراني ناجع وناجح ويمتد إلى عقود من الزمن حتى أبنائنا ما يعانون المشكلات اللي إحنا نعانيها في وقتنا هذا. ما أريد أطيل عليكم، ويمكن الأخوة كفوا ووفوا المستطلعين في هذه الفقرة وأبدوا بآرائهم فيما يخص فقرة المايك والناس وموضوع الاختناقات المرورية. خلي أنتقل وياكم إلى العامل المتنقل أو العامل خلي نسميه اللوند شنو نسميه، راح من بالي المصطلح، العامل المتحرك أو العامل المتنقل عمار غفار، ونشوف شنو المهنة اللي انتقاها اليوم، وحسب ما عرفت من الأخوة بالكنترول أنه يوم امتهن مهنة تطبيق الأرضيات وتطبيق الكاشي تحديدا. خلينا نشوف عمار غفار وهذه المهنة في فقرة على باب الله، بعدها انتقل وياكم إلى فقرة المسابقات. خليكم ويانا. Mm-hmm.
هذا الحي. لا ما في شيء تسعى حتى تاخذ يعني حتى نساوي العرضيه ان شاء الله. تسعى يا استاذ سنه حلوه. ايش الذي ينتقل هاي المرحله كريم؟ مرحله تصوير نساوي انساني بعد ما نساوي بهالطريقه هاي نطبق الكاشي. نطبق الكاشي نشتغل هاي شو سحوله؟ كاشي هاي هو كاشي هو المقرنص يسحوله بس هو على شكل كاشي. الان ايش قد يوميه العامل؟ يوميه 25 بس. هو العمل يمكن مو مستمر ها؟ لا مستمر يوميا نشتغل. يوميا؟ يوميا نشتغل. يعني راح اشتغل انا يمك تعطيني يوميا 25؟ ان شاء الله. خير وبركة، خير وبركة، العين على صحة رايك. شنو استاذ بعد الام احمر؟ اي احمر. حسن. شغلكم يمكن شوية صح متعب مو؟ متعب حيل. ومثل ما تقول بالشارع. الشارع دائما ما بتسوي دائما معرضين للشمس. شمس لكن هو هذا الرزق الحلال مو صحيح؟ الحمد لله والشكر. رزقك عرق جبينك وما ياخرون عليك اليومين. لا زينين ما ياخرون. لا زينين يعني يومين تستلمها من اخلص العمل ها؟ ان شاء الله 25,000 وتنقص من عندي ان شاء الله. عندك اول يوم انت طالع وما تعرف ان شاء الله استاذ شوي راح اخذ من عندك سر المهنه اما ظل نطبق وياك ان شاء الله. هسه يجي براسه احمر. براسه احمر ايه هاي الطريقه؟ ايه طبعا انتم ما شاء الله يعني شنو؟ احنا بعد ما سويناه ايه يمشي الكاش هو شغله يمشي. هو يمشي زين. هو صحيح؟ والله زين استاذي. انتم تشتغلون على المتر؟ على المتر. لا على المتر جاي نشتغل. ها تشتغلون على المتر؟ هاي مننا حشيها وهاي شوي رجعها هيك ترجعها حتى جوين يصير واحد صحيح؟ جوين يصير واحد لما دقدقهن مننا عالي وناصي تساوي اي هسه تعال اشتغل منها. هاي الطقمه خاشوب تلقيها طالعه شويه تدقها هيك لما ترجع ويا خيتها شويه هسه دورك تشتغل اي هسه تساوي تقريبا هسه تشتغل هسه نشتغل هيك؟ لا هيك استاذ. هيك هيك صح. هذا يعني شويه رسم هندسي معقد مو صحيح نقول؟ ايه هسه شيل هذه خليها هيك. هيك؟ ايه صح؟ ايه ما شاء الله. لا ماكو كاشي اليوم ما اخرب لك اياه اقول ما ادق لك اياه. جيب لنا ابيض. سولفني هذا الابيض. هسه ابيض؟ ايه هذا هنا سجل. سولفني العمال هنا يعني اكو بيهم خريجين؟ كلهم اكو بيهم خريجين واكو بيهم طلاب جامعات واكو بيهم طلاب جامعات بيهم طلاب جامعات ويشتغلون هاي الشغله في سبيل انه شنو؟ في سبيل يجمعون فلوس يروحون للدوام. طبعا هاي التجربه احنا هم خذناها سابقا بس احنا نريد دائما نركز عليهم طلاب الجامعات يعني يشتغلون اي حرف حتى يوصلون الهدف مو صحيح؟ ان شاء الله. هنا انا وياكم يعني اكو خريجين واكو طلاب. اي اكو خريجين واكو طلاب. كلش قد يشتغلون ويرحون ويجون. هسه دوام صار اسبوع بالاسبوع يومين كتروني. ايه. باليوم حضور يومين. باسبوع يومين حضوري. ايه. والبقيه الكتروني ثلاث ايام. ايه. الكتروني بهذا الثلاث ايام. يجي يكمل ويانا. يعني. يجي يكمل وياكم. ايه. ما شاء الله. يلا نكمل استاذي نكمل ننتقل الى بعد مرحله ثانيه. هذا ارتفاع منه شوي شوي. لا لا هسه استاذي هذا مضبوط يعني هذا البور ينسى. شوف استاذي هاي القبان شوف هيك. لا لا استوب هيك يجي. يعني هذا تسليط تريد. هسه هذا قبانك مضبوط. مضبوط قباني. يلا هاي استاذي تعلم هسه انت هسه انت سوي بهاي المنطقه تصور تصور بهاي المنطقه ارجع مسطرتك لهناك ظل اسحب بيها اسحب بيها ايه يعني هذا البور
كريم كافي لا تشمل رمى لا تشمل لك بس خليني ادق هذا السامان تعال هنا ادق ادق هذا الساف ايه طبعا هذا الشكل مالته بالهندسه حلو متعب مو صحيح هيك؟ ايه يوم رمى استاذي يوم طلع الوقت الله عليك تعبت والله كلش تعبت مثل اليوم بعد انا قلت لك دير بالك علي اليوم اول يوم طالع وياك زين هذا عمل وين ادير بالك عليه؟ انا خلصت مو عمل خلصت فقرتي انا جدا اشكرك يا حبيبي حياك الله ورحم الله والديك اليوم استقبلتني كعامل عندك حياك الله علمتني سر المهنه وان كانت هي ما نقول سهله لكن بها هندسه فيها فكر من ناحيه ترتيب هذا الكاشي هذا سحوله شنو شاكوش لا طخماخ طخماخ هذا الطخماخ رسالتنا انه اكو هنا بهذا المكان عمال خريجين معاهد وكليات مرموقة صحيح؟ صحيح اكو بهذا المكان طلاب يداومون حضور يومين بالاسبوع ويرجعون يشتغلون ثلاثة ايام على اعتبار ثلاثة ايام هو دراستهم الكترونية شكرا جزيلا لك اتمنى لكم كل التوفيق شلون كنت اليوم عامل مضبوط؟ ان شاء الله بسرعة اكتسب المهنة؟ بسرعة اكتسبت المهنة وعامل مضبوط وما شاء الله رحم الله عليك شكرا جزيلا لك اتمنى لكم كل التوفيق مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لكم اليوم كنا نتمنى تطبيق الكاشي هي جزء من الامور شلون نقول الهندسيه والتقنيه نشكركم شكرا على حسن المتابعه تابعونا فقره جديده من فقرات على باب الله ومهنه جديده بمهن عمار غفار حقيقة أسطى ونص مو بس أسطى لأنه بسرعة تلقوا في المهنة وامتعتنا حقيقة بعملك وبرسالتك اللي توجهها دائما إلى الشباب خصوصا الشباب العاطل عن العمل والمفروض أنه يكون متفرغ يعني سمو الطالب أو الخريج يعني كثير من شبابنا هم عاطلين عن العمل ويبحث عن فرصة عمل لكن بالمقابل نشوف أنه الكسل يخيم عليه أنت بهذه الهمة بهذه الروحية أكيد تبعث رسالة نشاط وحيوية واستثمار حقيقي للطاقة الشبابية إلى عموم فئات شبابنا شكرا لك وشكرا لفريق العمل اللي معاك علي معملتي وعلي عصام وحسين الموسوي وسيد ثامر في هذه الفقرة فقرة على باب الله مشاهدينا الأحبة وصلنا وياكم إلى محطتنا الأخيرة فقرة المسابقات واللي من خلالها أكون سعيد حقيقة بسماع أصواتكم وتواصل ويا حضراتكم عبر استعراض أرقام الهواتف الخاصة بمسابقتنا واللي ما تقتصر على فقط الأرقام الداخلية الخاصة بالعراق وإنما تشمل كل بلدان العالم من خلال الاتصال على الرقم الخاص بالواتساب فأكيد راح نكون سعداء بسماع أصواتكم وبالتالي يترشح عندنا فائز واحد عن القرعة اليومية تنجمع هذه الأسماء يوم الأربعاء نهاية الأسبوع حتى يحصل الفائز على جائزة مقدمة من مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية ويانا أول اتصال من ويانا
نضال حسين من بابل. السلام عليكم يا نضال. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا نضال ومية هلا بيك، أول متصلة ويانا. عندي هوسة قصيرة. يلا نسمعها. شلون البس كمامة بطابق وانا مراجع على الشباك، شلون البس كمامة بطابق وانا مراجع على الشباك، شلون الله سلام الله عليهم أهل البيت أحسنتي وطيب الله أنفاسك، وبكل تأكيد هم سبيل وسبل النجاة إن شاء الله. أحسنت يا نضال وطيب الله أنفاسك. يلا نضال جاهزة للسؤال؟ جاهزة. يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بك يا نضال. سؤالك يقول يا نضال، من هو مكتشف أمريكا؟ من هو مكتشف أمريكا؟ دققي يلا تجاوبين. كولومبس، واتسون، موسيليني. سؤال سهل لأنه الأسماء الموجودة بعضها معروف بمجالات أخرى. كولومبس، واتسون، أم موسيليني؟ يلا نضال. نضال وين رحتي؟ وياي بعدك؟ ايه وياك. يلا كولومبوس، واتسون، ام موسيليني؟ الثالث موسيليني. ايه راح اساعدك وانضيش فرصة اخيرة اقول لك مو موسيليني، بقى عندنا كولومبوس وبقى عندنا واتسون. الاول كولومبوس. ايه تقول الأول اللي هو كولومبس. يلا يا حسين اللامي خلينا نشوف الجواب الصحيح. أحسنتي، الأول كولومبس هو من اكتشف أمريكا، ودخلتي ويانا القرعة يا نضال، مبروك عليك. يلا حفزوني شوية لأنه أول اتصال دائما يكون مهم. فاطمة. نعم. حياك الله يا فاطمة. حياكم الله جميعا، قلدناكم زيارة والدعاء عند سيدي ومولاي الخميس ودعينا ودعت لكم. ما شاء الله هنيئا لكم. قناتكم المباركة زرناها وطال الاشتراك واسفر الأم البنين والبيت الحسين عليه السلام. ما شاء الله هنيئا لكم الزيارة وشكرا للدعاء يا فاطمة وبارك الله بكم. أنتم دائما حقيقة تحفون بهذه الدعوات الصادقة من قلوبكم الطاهرة يا فاطمة من بابل. شكرا لكم. الله يبارك، الله يبارك بكم. الله يقضي حوائجكم ان شاء الله جميعا، واحد عنده حاجه. امين التضغير. امين يا رب العالمين، وحوائجكم ايضا. شكرا لحضرتك يا فاطمه وتحياتنا لك. يلا فاطمه خلينا نشوف السؤال الخاص بيك. يلا سؤالك يقول يا فاطمه، عنصر من العناصر لا يوجد في الحليب. عنصر من العناصر لا يوجد في الحليب، هل هو الكالسيوم ام الزنك ام الحديد؟ يلا سؤال سهل كلش فاطمة. شنو اكو عنصر من العناصر الموجودات تحت لا يوجد في الحليب، هل هو الكالسيوم ام الزنك ام الحديد؟ الزنك ما يوجد. راح نعطيك فرصة اخيرة، فرصة لا. اخيرة واقول لك مو زنك، بقى عندك الكالسيوم والحديد، اريد جواب. الحديد. ثبتين على الحديد؟ ايه. يلا ثبت على الحديد خلينا نشوف الجواب الصحيح. احسنتي، العنصر الوحيد ما موجود بالحليب هو الحديد، واجابتي الصحيحه يا فاطمه مبروك عليك. نعم عفوا اتصال اخر ويانا نور من واسط. حياك الله يا نور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. السلام عليكم، مية هلا بيكم يا نور. الله يحفظكم إن شاء الله، الله يوفقكم يا ربي. شكرا جزيلا عليكم على هذه البرامج الرائعة يعني حقيقة. الله يبارك بيكم، نسعد بسماع هذا الإطراء من جنابكم يا نور، بارك الله بيك. الله يحفظكم، شكرا. حياك الله. يلا نور جاهزة للسؤال؟ إن شاء الله. قبل السؤال أسئلتنا سهلة إن شاء الله بها فائدة. نعم نعم نعم. يلا ان شاء الله. عفوا نعم. نوبات الارتباك يعني يخلي واحد لا بالعكس انت اولا دائما كل المتصلين يحجون وياي محمد علي الربيعي، وانا دائما اكون وياكم ودائما اساعدكم. الله يحفظكم وما عندنا فد ارتباك ان شاء الله، لان كل احنا ان شاء الله اسره مؤمنه مسلمه، فان شاء الله نبتعد عن الارباك يا نور. واكيد انا وياك ان شاء الله بالاجابه وراح اساعدك. لا شكرا جزيلا. يلا خلينا نشوف سؤالك يا نور.
السؤال يقول يا نور، من هو مخترع الإطارات المنفوخة؟ خب سهل، من هو مخترع الإطارات المنفوخة؟ جون بويد دانلوب، جورج مايكل بيتسالوزي. يلا بيتسالوزي ايش الاختصاص؟ ممكن يلا جون بويد دانلوب، جورج مايكل ام بيتسالوزي، من هو مخترع الإطارات المنفوخة من ذولا العلماء؟ الاختيار الأول إن شاء الله. ما شاء الله عليك، يعني ظاهر مذاكرة زين، وخلي نشوف الجواب الصحيح. سامعة هاي المرة سمعتها يعني المعلومة. جون بويد دانلوب، يلا أحسنتي، جواب الصحيح هو مخترع الإطارات المنفوخة يا نور، وسؤالك إن شاء الله كان سهل على حضرتك ودخلتي ويانا للقرعة. ويانا مرتضى من بغداد، حياك الله يا مرتضى. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا مرتضى. تحياتي لكم وكذا البرنامج. تحياتنا لك يا حبيبي، وحياك الله وحيا الله أهل بغداد كلهم. الله يسلمك. الله يبارك بيك. اليوم كان موضوعنا عن الاختناقات المرورية، وذكرتكم أهل بغداد، قلت الله يعينكم. اي والله كل سلام. يلا ان شاء الله خير يا مرتضى، ويجعل الانفراج حليفكم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. يلا مرتضى، جاهز للسؤال؟ نعم ان شاء الله جاهز. خلي نشوف سؤالك يا مرتضى. سؤالك يقول مضيق يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، هل هو مضيق هرمز، مضيق البسفور، مضيق جبل طارق؟ يلا سؤال سهل. مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق؟ نعم. تعتقد لو متأكد لو شنو الموضوع؟ يعني أتوقع. زين إذا أقول لك لا مو هو، توقعك مو بمحله، راح نعطيك فرصة أخيرة وثانية. مضيق هرمز أو مضيق البسفور؟ مضيق هرمز. ما أعرف، خلينا نشوف الجواب الصحيح. ليش يا مرتضى؟ أنا ثق أريد أساعدكم، بس ما عندي غير بس مساعدة واحدة، ودائما الشباب بالكنترول يقولوا لي لا تساهل زايد، يعني خلي يعني أحكي على سيد اللامي، ولو بالعكس هو دائما ينصحني بأنه أكون متساهل ومتسامح، بس للأسف مضيق البسفور هو الجواب الصحيح، وورقتك علقناها، لو كان أول اتصال كان سامحنا وياك ودخلناك للقرعة. آسفين يا مرتضى. يلا من ويانا؟ من ويانا؟ صلاح حسن من بغداد. من بغداد. حياك الله يا صلاح، مية هلا بيك. حياتي بيك أكثر. جعل الله أيامك صلاح وفلاح وهناء وسعادة إن شاء الله. الجميع إن شاء الله بالخير والبركة إن شاء الله. الله يبارك بيك يا عزيزي، مية هلا بيك يا حبيبي. الله يحفظك. يلا صلاح أريد أدخلك للقرعة، فلا تخيب ظني مثل ما خيب ظني مرتضى من بغداد. إن شاء الله. يلا. إن شاء الله. خلي نشوف سؤالك يا صلاح. إن شاء الله. سؤالك يقول ما هو الاسم القديم للصين؟ سؤال مطروق ومعروف. كافاي، مافي، باني. ما هو الاسم القديم للصين؟ كافاي. لا تستعجل، أخذ وقت. كافاي، مافي، أم بافي؟ مو باني، بافي. الأول. كاثاي؟ ايه الاول. متاكد لو تتوقع؟ لا متاكد ان شاء الله. ما شاء الله يقول متاكد، بعد ما نقدر نسولف. يلا ان شاء الله حبيبي. كاثاي احسنت، هو الاسم القديم للصين، ودخلت ويانا للقرعه يا صلاح، ومبروك عليك يا عزيزي، الله يبارك بيك، واجابتك صحيحه. ما اعرف ايش قد بقى عندنا وقت. زين عندنا فاطمه من بغداد. السلام عليكم يا فاطمه. حياك الله يا فاطمة. يلا خلي ناخذ اتصالك واتصال آخر بعدك، خلي نشوف السؤال يا فاطمة. إن شاء الله. السؤال يقول ما اسم الغدد المسؤولة عن تنقية الدم؟ اسم الغدد المسؤولة عن تنقية شنو؟ الدم. اللمفاوية. ما أدري اللمفاوية. حسين اللامي تقول فاطمة؟ شو تقول حسين اللامي؟ ما شاء الله يقول ما أعرف، خلينا نشوف الجواب الصحيح. الغدد اللمفاوية هي المسؤولة عن تنقية الدم، وإجابتي الصحيحة، وعافية عليك يا شاطرة يا فاطمة، بارك الله بيك.
دخلت ويانا القرعه يا فاطمه. يعني اكو متصل واثق من الاجابه يعني راسا بدون ان يفكر ينطي الجواب. يلا اتصال اخير ويانا. نورس من الكوسه. السلام عليكم يا نورس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا نورس، الله يبارك بيك، مشتاقين لسماع صوتكم نورس. واحنا لا اكثر. صار فتره ما متصلين نورس، ان شاء الله المانع خير. اي والله شويه يعني ظروف. ان شاء الله يعني خير. ظروف شويه صعبه. ان شاء الله خير وصحه وسلامه لكم يا نورس. للجميع ان شاء الله. الله يبارك بكم. طبعا مشاهدينا نورس صديقه للبرنامج واخت عزيزه من بدايات البرنامج، يمكن قبل 3 سنوات هي متواصلة ويانا وبنفس الوتيرة ومتابعة حقيقة جادة لبرنامج نوافذ الحياة. ونشكر كل الأخوات والأخوة الحريصين على متابعة برنامج نوافذ الحياة أول بأول. شكرا لك يا نورس. لا شكرا على واجب، هذا واجب أستاذ محمد. بارك إذا الله. ممكن قبل لا تنطيني السؤال. نعم. إذا ممكن تسجل لي اسم أختي منتهى وتخلي لي الضريح يوم العباس عليه السلام. منتهى؟ نعم. إن شاء الله مقضية حاجتها بحق الحسين، وهذا إن شاء الله دعاء، وإن شاء الله راح نضع ورقتها بضريح الإمام الحسين عليه السلام. الصحة والسلامة وقضاء الحوائج إلها ولكل من يشاهدنا عبر شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. يلا يا نورس خلينا نطرح. نعم. السؤال. سؤالك يقول يا نورس، ما اسم وحدة قياس الصوت؟ ما اسم وحدة قياس الصوت؟ الديسيل، المليمتر، أم الديسيمتر؟ الجواب الأول. الديسيل. أي. يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح. أحسنتي، الديسيل هو وحدة قياس الصوت، وجوابك كان سريع ودقيق. شكرا لك يا نورس وتحياتنا لحضرتك. نوقف الاتصالات. يلا نوقف الاتصالات لأنه ما عندنا وقت. نشكر كل من اتصل بينا مشاهدينا، بقعدنا أنه نجري القرعة الخاصة بهذه المسابقة، وراح يترشح أكيد فائز واحد يدخل اسمه إن شاء الله بقرعة نهاية الأسبوع، عسى أن ينال جائزة مقدمة من مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية. وخلينا نجري القرعة ويا حضراتكم، وخلينا نشوف منو سعيد الحظ اللي راح يفوز ويانا. نضال حسين من بابل. نضال حسين من بابل هي اللي فازت ويانا بقرعة اليوم، وإن شاء الله راح يدخل اسمك يا نضال بالقرعة الأسبوعية. مبروك عليك يا نضال، وشكرا لكل من اتصل. وأكيد الجائزة الحقيقية هو الاستفادة من المعلومة، وأيضا جائزتنا احنا هو سماع أصواتكم والتواصل وياكم مشاهدينا الأكارم. حتى ألقاكم إن شاء الله في حلقة يوم غد. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.